آنستي أجيبيني، أين نحن؟ في غرفتي. ماذا؟ يا إلهي، ما زلت أحلم. لا، هذا ليس حلما فيكي. الليلة السابقة وصلتنا وجبة لذيذة، أكلناها ونمنا بدفء وتغطينا بهذه البطانية. نعم تذكرت. انظري، الطعام لم يختفي بعد. نعم، ولكن ألا يختفي فجأة؟ حينما أمد يدي فجأة. نعم، إنها لم تختفي. أنستي سأكلها. إنها لم تختفي. فيكي تضحكينني. حان الوقت للنزول الآن. حسنا أنستي، سأغير ملابسي. إنه ليس حلما. لقد نسيتكم تماما، أعتذر لكم. ستأكلها؟ لتأخري. أنا آتية. لكن أنستي، أنا أتمنى أن لا يختفي الطعام. لا تقلقي فيكي، أنا متأكدة من هذا. هيا يجب أن نذهب. نعم أنستي. صباح الخير. صباح الخير أنسة مولي، سيد جيمس. غريب، هل شفيتي؟ ما الذي يحدث هنا؟
نعم، لقد انخفضت الحرارة واسترجعت عافيتي مثلما ترون. غريب، كيف استعدت عافيتك بهذه السرعة مع أنك في طور النقاهة؟ فعلا غريب. حسنا أنسى مولي، هذا لأن فيكي. فهمت الآن، في الأمر سر إذن. هيا تعالي معي. أنس مولي أنس. هيا. لا أرجوك أنس، اتركيني. ابقي هنا، توقفي. ماذا تقولين؟ إن سالي كانت تدعي المرض؟ لا مجال للتفكير بشيء آخر آنستي، لابد أنها كانت تسرق وتأكل الطعام مع فيكي في العلية. غير صحيح، كان البرد شديدا جدا. مولي يجب أن نتحرى الأمر. حسنا تعالي معي. هيا أمامي. مولي. نعم آنسة منشان. الظاهر أنك أخطأت في حكمك. نعم أنا آسفة. لكن أختي، رائع أن الآنسة سالي قد تحسنت، أليس كذلك؟ لو أن الإشاعة انتشرت أن مرضا خطيرا جاء من هذا المعهد لكانت هناك مشاكل. اسكتي إيميليا. يا له من كذب. أتدرين كم كنت قلقة بسبب مرضك الذي ادعيته؟ وأجرة الطبيب أيضا لم تكن قليلة. نعم أعرف. يجب أن تعملي لتعوضي عن ذلك. نعم أنسة منشن. كنت خائفة عليك، هل تحسنتي؟ نعم شكرا أرمينغارد، أنا كما ترين. أنا متأكدة أن الدواء الذي صنعته عمتك قد أدى مفعوله. هذا رائع. ماما سالي شفيت من مرضها، أنا سعيدة. ماذا تفعلن هناك؟ سالي، للأسف أنت من النوع الذي يهمل العمل ويدعي المرض. لا داعي لأن تدرس التلاميذ الفرنسية بعد الآن، ستعملين في المطبخ. بك أنت وبختني الآنسة منشن، هل أنت راضية الآن؟ الآن ستذهبين للتسوق بسرعة. حسنا سيد جيمس. أنسة مولي أرجوك دعيني أذهب معها. ماذا بك؟ بما أن الآنسة الصغيرة ما زالت في فترة النقاهة، أنا قلقة من أن تنهار في الطريق. فيكي هل تظنين هذا؟
حسناً، إذا أردت الذهاب افعلي ما تشائين، لكن عندما تعودين ستعوضين عن هذا. آنستي، ما زلت قلقة على سيد المنزل المجاور، صحيح؟ لا تقلقي، أنا متأكدة من أنه سيتحسن يوما ما. من الممكن أن تكون الآنسة الصغيرة قد شعرت بعطفك يا سيدي، فقد كانت تنظر إلينا الآن. إنها فتاة ذكية جدا، أنا واثق يا سيدي. أرجوك جيم، إذا فعلت ما قلته لك سأعطيك كمية كبيرة من الخضار. أنا في حيرة من أمري، مع أنك صديقي، لكن إذا علم رئيسي أنني فعلت سيوبخني بقوة. لا تقلق، إذا لم أتكلم فلن يعرفني أحد، هي صديقي. بعد أن قلت كل هذا لا أستطيع الرفض أبدا يا بيتر. حسنا، وأنا مخلص سألبي طلبك. شكرا، الآن سنرتب كل شيء. ماذا نفعل؟ هكذا، عن إذنك. هاي بيتر، لماذا تصبغ وجهك؟ حسنا، أنا أستعد لبدء العمل. حسنا، هذا أسرع. آه يا إلهي، إذن بيتر لم يعمل اليوم. نعم آنسة سالي، منذ أن سمع أنك مرضت أصبح غير عادي، إنه قلق جدا. على كل حال أنا لم أره هذا اليوم. وأين يمكن أن يذهب؟ أتعجب إلى أين ذهب؟ آسفة، ولكن المدخنة ليست بحاجة لتنظيف. أرجوك دعينا ننظف المدخنة بدون أن تقول شيئا يا رئيسة الخدم، هذا يوفر كثيرا من الفحم يا سيدتي، أرجوك. ها، لست مهتمة بهذا الأمر، يجب أن تذهب الآن. جيم، إذن سأخفض لك كثيرا من أجرة الأتعاب يا سيدتي، أرجوك. ما هذا الإلحاح؟ حتى لو قمت بتخفيض الأجرة يا صغيري فلن أستفيد منك شيئا. جيم، إذن سأعطيك مكافأة. مكافأة؟ هل تعني هذا؟ جيم، نعم. طبيعي، أنا أعني هذا يا رئيسة الخدم. مكافأة. فكرة، إذن سأخبر مديرة المعهد، انتظر هنا سأعود حالا. نعم، شكرا. ماذا تقولين؟ أولاد لتنظيف المداخن؟ نعم آنسة منشن، من المؤكد أنهم سيعملون بجد. ولا تنسي يا آنستي أن تنظيف المدخن سيوفر من مصاريف الفحم، أليس كذلك آنسة إميليا؟ أختي، بما أننا اقتصدنا بتنظيف المدخن لفترة طويلة، أظن من الأفضل تنظيفها قبل الموسم القادم. إميليا، ما هذا؟ قولي أشياء مفيدة، إن تنظيف المداخن هذه الأيام مكلف. لكن أنسة منشن، يقولون إنهم سيقدمون سعرا خاصا. حسنا إذن، لكن خفض السعر أكثر إن استطعت. حاضر، سأفعل بالتأكيد. المديرة وافقت بعد عناء كبير، يجب أن لا تنسى ذلك، هل هذا مفهوم؟ نعم، أنا أعرف ذلك يا رئيسة الخدم. ها؟
سيزار، دعني سيزار. اهدا ما الأمر يا سيزار؟ أبدا لا شيء. إن القطط تحبه. ها، اصعدا من خلال النافذة إلى المداخن. حاضر يا سيدتي. اعملا بجد. نعم سنعمل، كانت ستعرفك. لقد أربكني سيزار. أين آنستك الصغيرة؟ أين هي؟ من المفروض أن تكون داخل هذه الغرفة. ها؟ آنستي. من المؤكد أنها لم ترسل إلى مستشفى خيري. ها؟ بيتر، على كل دعنا نبدأ العمل، هيا بنا. نعم هيا. انتظر. حسنا سأنظف هذه وأنت ستعمل تلك المدخنة يا بيتر. حسنا دع الأمر لي. هل أنت بخير يا بيتر؟ قل. نعم. من الغبي الذي يفعل هذا؟ ماذا يفعل هذان الغبيان؟ إذا لم تنظفي بسرعة فإن العشاء سيتأخر. ماذا؟ بدلا من أن تقفا من الأولى أن تفعلا شيئا. نعتذر لك، لقد عدنا لتونا. هيا اصعدي حالا إلى العلية واطلبي منهما أن يعملا بهدوء أكثر. نعم أنسة مولي. أنستي هل تعنين ذلك؟ بالطبع. ما هذا السواد؟ لقد أمضيت وقتا سيئا أليس كذلك؟ لا لم أمانع، بإمكان السير استمتعت بمنظر جميل وكذلك استمتعت ب... أنستي. ماذا؟ من أنت؟ أنستي أنا بيتر. بيتر. كنت قلقا جدا عليك. أنا سعيد لأنك استرديت عافيتك. شكرا بيتر، هذا بفضل الدواء الذي تلطفت بإحضاره لي مع فيكي. فعلتها. ايه
اسمع، انتهيا من غسل جميع الأطباق هذه الليلة، هل هذا مفهوم؟ نعم أنسة مولي. لم أتوقع أن يحضر بيتر بهذا المنظر، أبدا لم أتوقع. صحيح، لم أكد أعرفه أنا أيضا. أنستي. نعم. لقد اختفت الأشياء، أليس كذلك؟ حسنا، لا أعرف، ربما اختفت. نعم، أنا متأكدة أنها اختفت. جدتي تقول ما يأتي بسرعة يذهب بسرعة. ربما هذا صحيح. يا إلهي، أترين؟ يا إلهي، لم يختفي شيء حتى الآن، على العكس فقد ازداد أكثر. أنستي، تعالي فيكي، هذا لك. هذا رائع فعلا. تعالي انظري، هذا العشاء لشخصين. يا إلهي. هذا كتاب. الفتاة الصغيرة في العلية من صديقك. إنه جارنا العزيز، أنا متأكدة أنها هدايا من ذلك السيد الطيب. وتبدأ الآنسة منشن تشك لما تلحظه من سعادة ورضا على وجه سالي وفيكي، لابد أن تعرف لماذا، وتستدعي مولي وجيمس لتعرف منهما، فهل ستتمكن من ذلك؟ في حنين.